في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 23 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر ب9 قناطير و92 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 46 تاجر مخدرات آخرين وضبط 30 كيلوغراما من نفس المادة، و285,461 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنغاست وبرج باجي مختار وإنقزام وجانت وتندوف 559 شخصا، وضبطت 74 مركبة و123 مولدا كهربائيا و117 مطرقة ضغط و44 طنا من خام الذهب والحجارة، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 17 شخصا آخر بحوزتهم 36 بندقية صيد و7,330 خرطوشة، بالإضافة إلى 114,490 علبة سجائر و71 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من أم بواقي وورقلة والمنيعة والوادي وبسكرة وخنشلة وباتنا وإنقزام. في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب50,080 لترا بكل من تمنراس وتبسة وأدرار والطارف وسقهراس، فيما تم توقيف 135 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإنصالح وبشار وورقلة.